وتعتبر مدينة التاريخية العريقة من الهبطات الرئيسية التي يتوافد إليها أبناء ولايات محافظة الداخلية والمحافظات الأخرى القريبة. وتتميز بتوفر الأضاحي سواء الأبقار أو الماعز وغيرها، والتي يتم جلبها من بيئات مختلفة كالجبلية والزراعية والصحراوية، كما تتميز بالإقبال الكبير من قبل الباعة والمشترين وتعدد وتوفر مستلزمات العيد وتنوعها وقرب مكان إقامتها من الأسواق الرئيسية بالولاية. ونظراً لموقعها المتميز ولوجود المواقع التاريخية والسياحية والطبيعية وقربها من المناطق التي تتميز بتوفر المنتجات الزراعية العمانية المعروفة مثل الرمان والمشمش
وماء الورد والمنتجات الأخرى، وقربها من المناطق التي تعتبر أماكن هامة ومعروفة لمربي الماشية، فإن الإقبال على سوقها التاريخي وهبطتها المتميزة لا يتوقف ويستمر يومياً.